هناك متغيرات في الإقليم بعد هذه النتائج؟ يعني فيما يخص المناصب وإدارة الإقليم بشكل عام. يعني أكيد راح تكون هناك مشاكل حقيقة واضحة. طيب. يعني من حتى من تصريحات الأخوان هسه من تصريحات الأحزاب قبل الانتخابات. طيب. يعني واضحة أنه مشاكل راح تصير وخاصة بعد هذه النتائج. إذا ما جلسوا وأرجع وأقول لك إلى طاولة حوار وكانت طاولة الحوار وتقسيم المناصب، واليوم الأحزاب كلها تبحث عن مصلحة ناخبيها ومصلحة شنو نوع المشاكل اللي يصير على رأسة يعني الإقليم؟ يعني رأس الإقليم ورأس الوزراء أكيد راح تكون يعني طيب. تعرف رأس نفس المشاكل اللي حصلت بالمركز وانتخابات المركز راح تعاد بالإقليم بصيغة جديدة بهذه النتائج المتقاربة. إلا إذا استطاع السيد مسعود برزغاني يشكل حكومة أغلبية وتكون ذلك حكومة أغلبية طيب. وحكومة معارضة، ممكن هذا الشيء وارد يعني إنه يحصل أغلبية ويشكل حكومة أغلبية ويكون البقية في صف المعارضة. طيب. يعني وارد هذا السيناريو أن تكون أكو حكومتين، حكومة تقود يعني المناصب تأخذ المناصب هي وتذهب البقية إلى حكومة معارضة، لكن المعارضة تحتاج إلى تشريع وقوانين وقانون المعارضة ما عندنا تعرف حضرتك. راح تكون معارضة ربما إقصائية، ربما يستلمون البرلمان ويستطيعون أن يحاسبون كرئيس وزراء ورئيس حكومة، ممكن أن يحاسب رئيس البرلمان إذا كانت كتلة المعارضة هذه قوية بالبرلمان، وارد هذا السيناريو. طيب. الثالثة أنه ما راح يذهبون إلى تشكيل حكومة وظل هذه المشاكل وظل هذه النزاعات مستمرة إلى أن يوصلون إلى حل، وقد يكون هنالك الحل ربما يعني بالمستقبل تحالفات هذه الأحزاب اللي معارضة وتشكل هي الحكومة. وأنا أختلف مع الأخوان في أنه شلون الجيل الجديد أنه ما راح يدخل بالحكومة. يعني هو ليش دخل انتخابات غير حتى يصارب ما يدخل حبيبي ما يدخل نعم ما يدخل أبد ما يدخل هو أعلن أبد ما يدخل راح يكون انتحار سياسي إذا دخل. يعني بعد سنة عندنا انتخابات بغداد الأستاذ مهند يقول إنه الجيل أستاذ وفاء أستاذ مهند يقول إنه الجيل الجديد لم يعلن مشاركته ولم يعلن كذلك عدم مشاركته. يعني هاي التغيرات السياسية ما تقدر. أنا خليجي وقتي أعطيك الأدب. طيب طيب. أستاذي العزيز هي السياسة الثابت بها متغير وهي كرم المتحركة. ماكو شيء ثابت اليوم تصريح طيب. اليوم يختلف غدا. المصلحة السياسية ومصلحة الحزب ومصلحة المكون أو مصلحة الإقليم تقتضي بأن يشارك بالحكومة فراح يشارك طيب. بالحكومة يعني ما راح يبقى يقول لك أنا معارض في الـ يعني هي تعرف هاي فترة 4 سنوات يعني راح يكون أكيد مشارك بها بالحكومة. ممكن مشاركته بالحكومة تقوم عمل الحكومة أكثر ويكون إلى جمهوره يصعد يحقق طيب. رغبات جماهيره اللي هو ليش دا يعارض اكو اخطاء دا يعارض حضرتك مثل ما يريد يعدل سياسات يريد مثل ما تفضلت اكو ملفات فساد ودا يخوض بها. اذا يريد يطلع هاي الملفات الفساد يجب ان يكون له دور بالسلطه اللي نقول مثلا النزاهه التنفيذية. او سلطه الرقابه والسلطه التنفيذيه حتى يستطيع يحاسب الفاسدين. أكيد. فاكيد راح يكون له دور ومشاركه بهذا حتى يوصل طيب. الى اذا شارك وقدر يحاسب اكيد راح يصعد رصيده الجمهور راح يكون عنده جمهور جديد. اما إذا دخل بالحكومة وشارك بالفساد وظهرت عليه ملفات فساد مع الفاسدين فهذا أكيد راح ينتهي هذا الحزب مثل ما انتهى الحزب اللي قبله. وتعرف اليوم السلطة والمال هي اللي تتحكم بكل السياسات اللي موجودة خاصة بالعراق يعني. وهذا النفوذ يعني نفوذ سياسي مشروع أنه يدخل بالحكومة. يعني أنت اللي تريد تقوله أستاذ محمود أنه الجيل الجديد يشارك بالحكومة؟ الجيل الجديد هذا مو مصرح يعني. أنا بس أعتقد طيب. يعني بالمرحلة كاستقراء عام أشوف أنه راح يشارك بالحكومة بعد النتائج اللي حققها وحصوله على هذه المقاعد طيب. يعني مثل ما تفضلوا الأخوان قالوا أنه الجيل الجديد حصل من التغيير إذن أكو جمهور عنده تحول وأكو دا يقتنع بآرائه بأفكاره طيب. يعني بسياسته بالمستقبل اللي راسمه للحزب أو المواطن مع بقاء الديمقراطي حزب قوي طبعا وفخامة الرئيس مسعود برزاني هو يعني يعتبر رمز للإقليم كله طيب. وحتى يعني هو بالعملية السياسية بالعراق يعتبر رجل يعني من عرابي العملية السياسية ومن الجيل الأول اللي طيب. ما حد يقدر يعني بسهولة يتخطاه ورجل سياسي محنك وقوي حقيقة ويستطيع يناول يعني من الممكن يستقطب خصومة للحكومة أيضا ممكن أن يستقطب خصومة ويكون يعني فاعل له دور كبير في تشكيل حكومة ورسم سياساتها المستقبلية طيب. تحديد من هو رئيس البرلمان ومن هو رئيس الحكومة ومن هو رئيس الوزراء وما أعتقد يعني السيد مسعود برزاني يترك خصومة جانبا ويذهبوا إلى هذه يعني للمعارضة المعارضة
احنا خلينا نشكل حكومه بدون مثل ما تفضل الاستاذ قال احنا يعني راح يجمع كل الاطراف، اكيد اكو اطراف راح تبقى معارضه يعني طيب. من ذكروها مثل الاحزاب الاسلاميه وهذه ما راح تشارك بالحكومه لان هي عندها فد رؤيه وفد برنامج يختلف عن البرنامج الديمقراطي، برنامج السياسي او الصيغه العقائديه تغلب عليه طيب. وايضا الاتحاد الوطني هو شريك ايضا مع الديمقراطي ويحتاجون مثل ما قال بالتفاوض مع حكومة المركز في كل القضايا اللي تتعلق بين المركز والإقليم. نعم. لكن وارد أيضا سيناريو أنه إذا تمكن من أنه يحصل على مقاعد نصف زائد واحد ممكن أنه طبعا بنفس الوقت السيد مسعود برزاني كان من ضمن الثلاثة اللي هم مع سماحة السيد مقتدى الصدر وتقدم السيد الحلبوسي كان يشكلون حكومة أغلبية طيب. وحكومة معارضة في المركز، ممكن أن يحققها هذه بالإقليم وتصير حكومة أغلبية وحكومة معارضة وتكون نموذج للحكومة اللي اليوم ما استطاع أن يشكلها في المركز أن يحققها بالإقليم وتكون هذه الحكومة أكو معارضة إلها تقوم عملها، والمعارضة هي مو معارضة سلبية تكون معارضة إيجابية.